السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذه المرة عن هاتف سامسونج جالاكسي A22، الهاتف من الفئة المتوسطة. تم إصداره منذ أيام فقط، 3 جويلية 2021. نبدأ مباشرة مع مواصفات الهاتف. إذا أبعاد الهاتف 159.3 إلى 73.6 مع السمك 8.4 ملم. وزن الهاتف 186 جرام. الهاتف كليا من البلاستيك مع واجهة زجاجية. الهاتف يدعم شريحة الاتصال مع مدخل الكارت ميموري منفصل. إذا فيما يخص الشاشة فهي سوبر أموليد ب90 هرتز مع 600 نت. فيما يخص حجم الشاشة 6.4 إنش مع واجهة تصل إلى 84.3%. دقة الشاشة هي الـ HD Plus وليس Full HD، وهذا ما يعيب الهاتف. تناسب الهاتف 20:9 مع 274 بكسل لكل إنش. فيما يخص نظام التشغيل فهو أندرويد 11 مع واجهة سامسونج الوان يو اي كور 3.1، وهو خاص بالهواتف المتوسطة والاقتصادية. المعالج من ميديا تك هيليو جي 80 بتكنولوجيا 12 نانومتر، التردد يصل الى 2 جيجاهرتز مع معالج رسومي اللي هو مالي جي 52 امس 2. كما قلنا الهاتف يدعم كارت خارجي، اما الذاكرة الداخلية فهي من نوع الـ UMMC 5.1 بثلاث إصدارات، 64 جيجاهرتز 4 جيجا بايت رام، أو 128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت للرام، أو 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت للرام. في الخلف نجد على شكل مربع الكاميرا الخلفية وهي رباعية، الأولى أو الأساسية 48 ميجا بكسل، فتحة عدسة 7.8 وهي التصوير الواسع، الثانية للألترا وايد وهي 8 ميجا بكسل f2.2، الثالثة والرابعة للماكرو الدبث كلاهم 2 ميجا بكسل. الهاتف يدعم التصوير بدقة الفول اتش دي 30 إطار في الثانية. فيما يخص الكاميرا الأمامية فهي تأتي على شكل نوتش 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.2 مع تصوير الفول اتش دي 30 إطار في الثانية. فيما يخص اللود سبيكر، نعم، مع مدخل الهيدفون جاك 3.5 ملم. الهاتف يدعم الواي فاي بعدة ترددات مع البلوتوث 5.0، الجي بي اس، والراديو اف ام مع مدخل التايب سي للشاحن. فيما يخص قارئ البصمة، رغم أن الهاتف من نوع سوبر أموليد إلا أن سامسونج فضلت أن تضع قارئ البصمة في زر الباور. الهاتف يدعم الجيروسكوب ومختلف المستشعرات. الآن إلى البطارية، تأتي بحجم 5000 ميلو أمبير مع شحن متوسط اللي هو 15 واط. فيما يخص ألوان الهاتف فهي الأسود الأبيض الأخضر الفاتح والبنفسجي. أما فيما يخص السعر عالميا فسعر الهاتف يأتي ابتداء من 230 دولار، أما هنا في الجزائر فالسعر غير رسمي وهو في حدود 38 ألف دينار جزائري، 3.8 ملايين. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.